هدف تاريخ ديت بيت فرماج. Grazie. Buona giornata. Grazie anche a lei. Good morning guys. Assalamu alaikum. اول حاجه بغيت نقول في هذا الفيديو هذا هو شكرا بزاف بزاف على الدعم ديالكم على الكومنتس اللي كتخليو لي تحت الفيديو والتشجيعات ديالكم اللي كتخليني نزيد اكثر اي بلاصه نمشي لها نصورها ونحط الفيديو ونعطي التفاصيل بزاف. اول حاجه اليوم انا واختي جينا لبومبي. بومبي واحد المدينة عندها تاريخ كبير اللي من بعد غنشرح لكم بالتفصيل. كتبعد على نابولي 20 مينوت بالباص. مشينا خدينا الباص من حدا لا مارينا لا كوت ديال نابولي. الباص ما غاليش بزاف، الي روتور 5 اورو شي حاجه، يعني انا واختي خلصنا 11 اورو 20 سنتيم بحال هكا. جينا يعني جينا دغيا ما تعطلناش بالباص، 20 دقيقه لقينا دابا راسنا وصلنا. قلنا دابا خلصنا لا فيزيت كامله ديال المدينه كامله، انا واختي خلصنا 30 اورو اللي هي 15 اورو الواحد، كتدخل فيها كاع البلايص اللي بغيتي هنايا كلها عندك لاكسيل كل شيء. غير هو قالوا لنا في الاول قالوا لنا نهار ما كيكفيش باش تكمل المدينه كامله لان المدينه كبيره بزاف بزاف بزاف. المهم انا دابا غادي نصور لكم كل شيء ونعاود لكم كل شيء بالتفصيل، وكنقول لكم شكرا بزاف وتبعوا معايا الفلوغ. شكرا. هذه الدخله الاولى ديال الموزي ديال المدينه كامله. هنا كان عندهم كيديروا التياتر المسرح. كيف ما كتشوفوا دابا انا في وسط المدينه ديال بومبي وبالضبط في البيكولو تياترو اللي هو المسرح الصغير في وسط المدينه. اول معلومه بغيت نقول لكم ان ايطاليا معروفه بالبراكين بزاف، ودابا بقاو عندهم ثلاثه ديال البراكين نشيطه، كان يوقع اي انفجار في اي لحظه. ومن بين هاد البراكين بركان فيزوفيو اللي هو قريب من بومبي وجاي على الساحل ديال نابولي. اول حاجه غادي نوريكم هي لا باليسترا لا سال دو سبور غير الرجال هنايا في هذه البلاصه هذه كامله نوريها لكم. هذه كانت كلها اون سال دو سبور
غير الرجال، ولكن وهنايا كاين سبا حمام ديال الرجال. هادو لي تام، هادو حمامات ديال الرجال لي تام اون، داير بحال جاكوزي هذا. وكانوا هنا كيسخنوا الماء حتى فهاد البلاصه هادي. هذا كيف ما كتشوفوا حمام نسائي، هذه البلاصه كامله كانت خاصه غير بالنساء بلي فام. انا ما يمكنش ندخلوا، ولكن كيف ما كتشوفوا ليه كاين واحد الدخله. عطوني ندير الزوم. هذا كله حمام صالونا في كل شيء جايز. هاد البلاصه اللي مورايا كيف ما كتشوفوا هنا ما يمكنليش ندخل ليها. هنايا كانت بارتي كلها مخصصه للسبا، مخصصه للمساج، لبيلاسيون، اي حاجه ديال البيانيتر كانت هنايا في هاد لابارتي هادي. كما قلت لكم مدينة كبيرة بزاف بزاف بزاف. يمكن دابا حنا يلاه شفنا غير ربع ديالها، ودابا غادي نروح لبلاصة سميتها اورتو دي فوجاسكي اللي فيها جثث وحدة اخرين ديال دوك الناس اللي لقاوهم تحت الانقاض. المهم هادي هي البلاصة اللي حنا غادي لها، اورتو دي فوجاسكي. وقت ما نقول واحد الحاجة، واحد الحاجة حسيت بها انا، جو سيبا واش كاع الناس اللي غيكونوا جاو هنايا ولا اللي غيجيو غتكون عندهم نفس السنساسيون اللي كانت اللي جاتني. فاش وصلت المدينة هادي قلت لي بقيت كنسمع ليستواغ ليستواغ ليستواغ، عتيق قلبي تزير، وكنت باغا نسالي لا فيزيت دغيا ونخرج منها. المهم انا غادي من بعد نشرح لكم التفصيل. كتحس واش كتدخل لك كتحس بشي حاجة كتهبط لك على القلب ديالك. بون هاد الناس هادو لقاوهم ميتين تحت الارض وماتوا في الحاله اللي كانوا فيها، اللي كان ناعس مات ناعس، اللي كان كيدير شي حاجه مات عليها. هنايا كيف ما كتشوفوا كاينين حتى وليدات صغيرين. ومعلومه واحده اخرى ان هاد الناس هادو ماتوا بالليل. كيف ما كتشوفوهم محجرين، علاش؟ لان البركان حجرهم بحال هكا. هادو سي دي فري كور، جثث حقيقيه، ماشي زعما غير مصوبينها.
كيبان لي انهم لقاو دوك دوك اللي كيديروا فيهم ديال الفخار. المهم سادين هاد البلاصه هادي كامل هو ما يدين في هذا الصور هذا بحال هكا باش ندخلوا دايرين هاد الجاج هذا نتمشاو عليه باش ما تمشاوش على الارض الاصليه حفاظا على الاثار. الديور كامل اللي صورت هادشي كامل اللي لقاوه كان تحت الارض من بعد ما وقع انفجار ديال البركان غطى المدينه كامله وكان غطاها برسك 6 متر خص الامطار على الارض واكتشفوها في النص ديال القرن ديال القرن 18 اكتشفوا هاد المدينه. اجي اجي لنا بيبا بيبا اي واو الوغ لي زامي دابا غادي نشرح لكم بالتفصيل على مدينه بومبي. مدينه بومبي كيف ما قلت لكم في الاول هي مدينه قريبه من البركان فيزوفيو. هذه المدينه هذه كانت معروفه بالثراء، كانوا الناس فيها اغنياء بزاف، كانت عندهم الفلاحه بزاف، كان عندهم فلوس الذهب، كانوا غنيين جدا، والسكان ديالها الروم، وعدد السكان تقريبا 20000 نسمه. هذه المدينه هذه في سنه 79 ميلاديه اختفت كاريمون ما بقاتش، لان وقع انفجار ديال البركان فيزوفيو اللي دمر المدينه كامله في اقل من نص ثانيه، يعني ما بقى حتى شي حاجه في المدينه، وتغطات تقريبا 6 الامطار تغطات المدينه ما بقاتش كتبان كاع. وقبل ما توقع الكارثه وينفجر البركان 10 ايام قبل كان يعني كانوا ديزانديس، كانت الارض كتزعزع بيهم، كان كل نهار كيجيهم زلزال، كانت السحاب بلاصه فين كان البركان تكونت سحابه كبيره، وكانوا كيجيو بزاف الانذارات انهم يخويو المدينه. هما رفضوا تماما انهم يخويوها، لان بالنسبه لهم هذه المدينه هذه مدينه الثراء كيف ما قلت لكم، وكانوا كلهم اغنياء ما بغاوش يسمحوا في المدينه، لان بالنسبه لهم البركان هو سبب الثراء اللي هما عايشين فيه، لان الارض فيها بزاف المعادن. كما قلت لكم هذاك الانفجار ديال البركان وقع في سنه 79 ميلاديه. في سنه 1600 ميلاديه لقاو هذه المدينه هذه عن طريق واحد الباحث اللي كان كيحفر شي نفاق، ما عرفتش اكزاكتومون بالضبط. المهم في سنه 1600 لقاو المدينه. في 1748 بداو كينحتو كيحفروا كيجبدوا الاثار اللي لقاو، ومن ضمنهم الجثث ديال الناس اللي ماتوا، وهاد الجثث هادي كانت جثث متحجره. هاد الجثث هادي يعني لقاو كل واحد كيفاش مات لقاوه، لقاو الحيوانات كيفاش ماتت، الناس كانوا ناعسين ماتوا في ديك البوزيسيون اللي كانوا ناعسين فيها، وكلهم كانوا محجرين. وغادي تشوفوا لي الفيديو، غتشوفوا التصاور، غتشوفوا كل شيء.
دابا غادي للميوزي اللي فيه كاع داك الورك ارت اللي لقاو تحت تحت الارض لي طابلو لي ديكوراسيون اي حاجه كانت لقات غادي نشوفوها. These streets connected with the other nuclei, creating irregularly shaped areas, insulae, as the هذا الاثاث اللي تلقى حتى هو الرسومات هذا مسكين كان داخلين وشافوني دخلوا واحد هذا واحد من ليكور اللي الوغ انا دابا خرجت من المتحف وشفت واحد الفيلا فيها كاع الصور والديكورات والاصنام اللي كانوا كيديروا اللي كانوا كيصوبوا الرومان. ما نقدرش نحط لكم داك التصاور، ما نقدرش نحط لكم داكشي كامل لان مخي اللي بالحياء. مهم اللي فهمته انا من القصه ديال هذه المدينه ديال بومباي وديال الناس اللي كانوا ساكنين فيها، كانش عندهم حياء في هذا الموضوع هذا، لدرجه ان كانوا اي تصاور كيكون داخل عندهم كتكون صور مخله بالحياه، اي صنم مصوبين ومخل بالحياه. ما قدرتش نزيد نشرح لكم اكثر من هكا باسكو داكشي اللي شفت انا بزاف. يمكن لكم تدخلوا الانترنت، تدخلوا جوجل وجبدوا غتلقاو كلشي بالتفصيل الممل. المهم انا اللي قديت نقول لكم ونشرح لكم، انا قلت لكم كيقولوا بان هذه اللعنه نزلت عليهم. ثاني حاجه الروم معروفين انهم نيكست ليفل، عرفتي سبا كيفاش البلاصه ديال الماساج، البلاصه ديال ليبيلاسيون، البلاصه ديال كيفاش كانوا كيسخنوا الماء في الصونا، كيفاش كانوا يعني فريمون كانت ثقافه زعما فريمون طاغيه في عند الروم. المهم عجبتني هذه البلاصه هذه بزاف، كنت دائما اللي كنقرا على بومبي ما عمرني جيت لها، فجيت لها زعما احساس واحد اخر. مي كيف ما قلت لكم قبيله كنت يعني فاش وصلت وكنشوف هذوك الجوتات وداكشي فريمون جيتي فريمون ديبريمي. مي بون انتريسون، الله زعما اللي بامكانه يجي لهاد البلاصه هادي يجي يشوفها بعينيه، اللي ما قادش يقرا عليها ويبحث عليها في الانترنيت غتلقاو دي زانفورماسيون بزاف وشي حوايج انا ما قدرتش نقول لكم هنايا. جايز سالينا التور ديالنا، المتحف كيشد مع الخمسة والبلاصة اللي فيها داك الديور وداكشي كتشد مع ربعة وتولت واقيلا ولا مع ربعة ونص. المهم سالينا الطوغ ديالنا، مدينة كبيرة بزاف ميمكنلكمش تراوها في نهار واحد، ولكن احنا مشينا للبلايص المهمة اللي كنا باغيين نشوفو كاملة شفناها. دابا غنمشيو ناخدو البوس باش نرجعو لنابولي. مدينة بومباي كانت لمياء. جود مورنينغ جايز، السلام عليكم. اول حاجه بغيت نبدا بها هذه. كان هيطيح.